اليوم كسائر الوحدات الطبية مصحة الضمان كتحتفل باليوم العالمي للممرضة، وبهذه المناسبة استدعينا أطر ومستخدمي المصحات ديالنا باش اجتمعنا معهم، هضرنا معهم، سمعنا آرائهم، خدينا المقترحات ديالهم، وأكثر من هذا قررنا بأن غادي نكرموا في كل مصحة العنصر الذي أبرز أكثر والذي اختاره الزملاء دياله. إذن اليوم حنا غادي نكرموهم بواحد الهدية بسيطة كتنعبروا لهم بها على الامتنان ديالنا على كل ما قاموا به هذه السنة كمجهودات وكتفاني في مصلحة المواطنين. وبنفس المناسبة غادي نجتمعوا وغادي نكرموا ثلاثة المصحات اللي تهما برزوا في كل ما هو كاليتي كويزيون ديكيب وجيستيون دي بروجي ديالهم، وهذا الكل تحت لواء مصحة الضمان بالشعار ديالنا صحتكم أولويتنا. لمدة 38 سنة وأنا في المصحة لأول مرة كتكرم مصحة درب غلف، لأن هي المصحة الأولى وهي مصحة الأمة بين 13 مصحات، وكنتمنى الإخوان كلهم اللي في المصحات والممرضين والممرضات يعني ياخذوا واحد الجهد واحد الطاقم وواحد الأدب في الجهد باش كل شيء يكون تكريم يكون على الصعيد على 13 بوليكلينيك ان شاء الله. صراحه يا ياواتي مقهور لي فولكين رساله خصني مير ميدناد الصراحه، والجيل ما يسكن زيد غير ديجا الانتفاضه مزيانه، وكنشكروا الاداره العامه وجميع هذا المستخدمين المستخدمات ديال الضمان الاجتماعي، وكنتمنوا نكونوا هذا نكونوا مزيانين في الايام الجايه. الاعتراف ديال اليوم هو شرف ليا انا، اختاريت في لابوليكلينيك ديالي كما نبغي اي واحد في لابوليكلينيك ديالي تا هو يكون حاضر معايا اليوم. اعتراف الخدمه ديالنا، اعتراف العمل ديالنا، اعتراف لكل ما كنقوموا به، ونتمنى نكمل هذا الشيء اللي باقي ليا ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الشيء اللي مشيت فيه من الاول. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.